حمل تحدي وحمل انطلاقه وحمل هنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. شوط يحمل تحدي ويحمل اندفاع ويحمل مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. واعلنت انطلاقه الشوط الاول الرئيسي المفتوح. ما شاء الله 20 فكرة تشارك من اجل الفوز ومن اجل التجهيزيات للموسم القادم والتجهيز ايضا في ايضا المهرجانات الصيفية وسباقات المعجزة النادرة الاسبوعية دائما حاضرة بتحديات كل المشاركين والمتابعين والاشواط الجميلة والاشواط الكبيرة. واعلنت انطلاقة الشوط الاول الرئيسي شوط مفتوح، شوط يحمل إثارة ويحمل انطلاقة وشعارات كبيرة وزاهية وملونة تزين لنا أرضية هذا الميدان. التجهيز للموسم القادم، نتمناكم التوفيق وحسن المتابعة. المقدمة والصدارة ما شاء الله الشاهينية وعبد الرحمن المري، وتاني الأسماء دخول مباشرة. شعار جميل غزوة، والحميدي بن راشد المجارح المري من يقدم غزوة بأداء جميل. دخول على المركز الثالث، وصلت الشاهينية طالب بن فرج الهليل، ما شاء الله بن هليل، ودخول مباشرة على المركز ما شاء الله وتبارك الرحمن. أداء جميل الشاهينية وضياء ونهيان المري من يقدم الشاهينية بأداء جميل. دخول على المركز الرابع هنالك ما شاء الله اسمه يتحدى ايضا شواشة مشاهدينا متابعينا الكرام، ايضا طالب بن حمد بن هليل من يقدم شواشة بأداء شواهين بأداء جميل وانطلاقة ايضا جميلة ما شاء الله وتبارك الرحمن. الاعداد الكبيرة والتجهيز للموسم القادم 2017 و2018 ما شاء الله وتبارك الرحمن على الاداء الجميل والانطلاقة السريعة مباشرة الى المقدمة. ما زالت ما شاء الله الشاهينية وعبد الرحمن المري من يقدم الشاهينية غزوة في ثاني الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. الحميدي بن راشد المجارح، يلا يا المجارح ركز 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 هنالك مع الأشواط المفتوحة. وصلت ما شاء الله أيضا تقدم أداء جميل الشاهينية ونهيان أيضا المري من يقدم أيضا اسم كبير. وصلت ما شاء الله أيضا اسم كبير وشعار مميز الشاهينية وعبد الله بن محمد المري من يقدم، ولكن دخول مباشرة ما شاء الله وصلت الله الله شواهين وطالب محمد الهليل من يقدم شواهين، ولكن وصلت وصلت ما شاء الله أداء جميل شعار أبو برجس من يقدم أيضا الشاهينية وفهد أبو برجس، ولكن انتصفت المسافة. ركز يا المتركز هنا كيلو كيلو متر فيه موجود، وكيلو الاعلان وكيلو الصراع وكيلو الامتحان وكيلو ما بعده كيلو، الا هنالك الصياح وهنالك العصا وهنالك السماعه والجهاز، ولكن العوده ما زالت المقدمه والصداره الشاهينيه وعبد الرحمن المري، وثاني الاسماء غزوه والحميدي بن راشد، وثالث الاسماء وصلت ما شاء الله الشاهينيه ونهيان المري، ورابع الاسماء اول لذالي بلشه وعلي بن سالم بن سنين بن الدعيه راعي الامتار المجنونه راعي الامتار الاخيره الكيل ونصف كيلو بقياده ما شاء الله وتبارك الرحمن. الاداء الجميل والانطلاقه ايضا الكبيره الشاهينيه وعبد الرحمن المري جهز للموسم القادم. يلا يا عبد الرحمن ركز 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 بأداء جميل، ركز بانطلاقة سريعة، ولكن حذاري من القادمين والواصلين. نحن وين اختربنا من لائحة الإعلان ولائحة الصراع ولائحة النزاع؟ الكيلو كيلو اختربنا من لائحة الكيلو متر كيلو التحدي ما شاء الله. يلا يا عبد الرحمن المري ركز بأداء جميل واندفاع ذاتيا
الكيل وكيل التحدي وكيل الإعلان وكيل الصراع الشاهينية وعبد الرحمن المري، ولكن وصل أيضا راعي الأمتار الأخيرة والمجنونة، وصل البلشة وعلي بن سالم بن سنين بن الدعية غادم لا محالة، ولكن أرسل لي مصورنا حذاري من الغادمين والشعارات اللي يستهان بها للموسم الغادم. ما شاء الله وتبارك الرحمن أسماء قوية وحاضرة إلى المنافسة. أرى هنالك شيء خطير غادم بتحدي شعار أيضا ما شاء الله، ولكن اترقب في خط النهاية الكيل، ونحن خلاص غادرنا 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 ما شاء الله، غادرت الله شبه الأوامر بالعين المجردة، أرى شبه الأوامر بالسماعة ما شاء الله. عبد الرحمن المري من يقدم أداء جميل الشاحنية، وعبد الرحمن المري روح شبه السماعة والعصا في البطان ما شاء الله يا عبد الرحمن المري روح، لكن أرى هنالك شيء خطير غادم من سنين، ولكن ثالث الأسماء وصل ما شاء الله وتبارك الرحمن بأداء جميل وانطلاقة كبيرة، ووصلت الدوحة وعبد الهادي بن حسين البريدي، ووصل البريدي ووصل ووصل الجود بأداء جميل لراعيتي راعية الإنجازات في رصيدها عدة سبقات ووصيفة العام الماضي، وهنالك إنجازات كبيرة يا البريدي. جود جود والكرم والجود هي البريدي راعية الإنجازات ووصيفة على السيف في الموسم الغادم، وهي جود جود بالتحدي فاجأتنا بالأمتار الأخيرة. سلام يا جود سلام، ولكن تاني الأسماء تاني الأسماء الشاهينية وعبد الرحمن المري ثالث الأسماء، وصلت بلشة وعلي بن سالم بن سنين. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 6:23:65 جزء ساعة وصول جود لخط النهاية، وأثبتت الوجود بتحدي كبير أيضا بقدوم جميل عبد الهادي بن حسين البريدي وصيفة على الرمز في الموسم الغادم. نتمنى لك التوفيق يا البريدي، فاجأتنا.